افرض حضورك، اكتشف صوتك الريادي وافرض حضورك القيادي. افتح ذراعيك للتغيير. هل تتقن فن احتواء المواقف والإمساك بزمام الأمور والسيطرة على مختلف الظروف بالأقوال والأفعال والتواصل الفعال؟ ألم يحن الوقت لتنتقل إلى مرحلة جديدة وتحقق قفزة كبيرة في أدائك؟ هل تمتلك المقومات والأدوات والطموحات التي تؤهلك لهذه القفزة الاستثنائية؟ تطرح مثل هذه التساؤلات تقريبا بصفة يومية في بيئات العمل المتطورة والمتغيرة، والتي لا تنفك تؤثر وتتأثر بحركة الأسواق وبسرعة التغيير التي اعترت كل منظماتنا وطالت كل نواحي حياتنا. فما بين الترقيات وتفويض المسؤوليات وتحليل المؤشرات وتنظيم العقوبات وتحديد المكافآت، يتخبط بعض القادة والمديرين ويحارون ما بين الأساليب الإدارية النمطية واستراتيجيات الإدارات التنافسية والاستثنائية. والأهم من ذلك هو أن السرعة الهائلة التي تتقدم بها تلك الأساليب لا تدع مجالا للاختيار، فإما المواكبة والفوز وإما الفشل والاندثار. بيد أن بعض القادة رغم إدراكهم لهذا الواقع الصعب والمتغير ما زالوا يتشبثون بالأنماط الإدارية التي عفى عليها الزمن. قد تكون لهم وجهة نظر في ذلك، فتلك الأساليب النمطية هي التي أوصلتهم إلى هذا المقام قبل كل شيء. فما حاجتهم إلى التغيير إذن؟ ولكنهم في هذا يغفلون عن حقيقة في غاية الأهمية. فلو أنهم أصروا على العيش في كنف أساليب الماضي وحصروا أنفسهم في صناديق أدواتهم التي عفى عليها الزمن، فإن الحاضر لن يحترمهم والمستقبل لن ينتظرهم. ولهذا أصبح لزاما على القادة الذين ينشدون التأثير ويقودون التغيير أن يتبنوا المناهج الإدارية الجديدة، لينضم إلى ركبهم بالتوعية وبالتبعية كل من حولهم من مديرين وتنفيذيين وموظفين. وفي مثل هذه الحالات ومع كل هذه الاستثناءات، فإننا سنحتاج دائما إلى ما هو أكثر وأكبر من المهارات التقنية والأدلة الإرشادية والبرامج التدريبية. سنبقى أيضا بحاجة إلى فرض حضورنا القيادي. الحضور القيادي والبصمة الشخصية. حضورنا القيادي هو قدرتنا على أن نعكس ونمارس قيمنا الجوهرية، ونحن نتواصل ونتفاعل ونؤثر في من حولنا. ورغم أهمية وعمق هذا المستوى من القيادة المؤثرة، إلا أنه لن يؤتي ثماره دون العنصر الأهم، البصمة الشخصية، أي صوت القائد العظيم ولمسته السحرية القوية التي تصنع إيقاعا فريدا وصدا جديدا نابعا من الحضور الأصيل والاعتداد بالنفس والشفافية في كل المواقف وفي مختلف الميادين. تلك البصمة الشخصية مثل بصمة اليد وبصمة العين، تختلف من مدير إلى آخر لتختلف معها الآثار والانطباعات التي تتركها في نفوس الآخرين. وهذا هو جوهر الحضور الفعال الذي لا يعترف بالفشل. معوقات الحضور القيادي: إذا لم يترسخ في داخلنا استيعاب شامل ودقيق وعميق لمفهوم الحضور القيادي، فستحكمنا الأفكار المشوشة وتحركنا المعتقدات، أو بالأحرى المعوقات المغلوطة، فتدخلنا في نفق مظلم. تلك المعوقات هي السبب الكامن وراء إخفاق بعض المؤسسات وعجزها عن تهيئة مناخ إبداعي وخلق قادة مؤثرين واكتساب ميزات تنافسية تفرقها عن القطيع. نستعرض فيما يلي ثلاثة معوقات رئيسية تلعب الدور الأكبر في تضليل بعض القادة. العائق الأول: هذه شخصيتي ولا أمل في التغيير.
هذه واحدة من أخطر المعوقات التي تسلب صاحبها الأمل والقدرة على التغيير والسعي إلى التطوير. فأصحاب هذا المبدأ يتبنون منهجاً مثبطاً ومحبطاً للأمال، وهو أن الحضور سمة فطرية وليس سلوكاً مكتسباً، فإن لم تولد به فلا جدوى من المحاولة. إلا أن الحضور في واقع الأمر هو إحدى الخصال التي نكتسبها وننميها ونرسخها إذا ما عقدنا العزم على ذلك من دون شروط أو قيود. فلنأخذ بيل جيتس مثلا، فهو يملك ذكاء علميا ومنطقيا وتقنيا مميزا، ولكنه ليس شديد اللباقة ولا يملك ذكاء عاطفيا موازيا، ولكن حضوره الطاغي ينبع من استيعابه الكامل لرؤيته وسعيه إلى تحقيقها وتمسكه العتيد بقيمه الإنسانية ومبادئه الجوهرية. العائق الثاني، المحاكاة والتقليد. قد يتناقض هذا العائق مع العائق الأول، لكنه في المقابل لا يقل عنه أهمية. فبدلاً من أن يظل أصحاب هذا المنهج مكتوفي الأيدي وراغبين عن التغيير، فإنهم يهرعون إلى محاكاة كل من حولهم أملاً في أن ينالوا قدراً من حضورهم. فتجدهم يتبنون نظراتهم وأحاديثهم وأساليبهم اعتقاداً منهم بأن هذه هي الطريقة المثلى والوحيدة ليحصلوا على جائزة أو يستفيدوا من مبادرة أو ينالوا ترقية أو يتمتعوا بحضور طاغ، فتندثر في خضم محاولاتهم أفكارهم الإبداعية وتخبو نقاط قوتهم الفريدة والاستثنائية. العائق الثالث، بما أن السفن تسير فلا داعي للتغيير. ينطوي هذا العائق على معتقد خاطئ، وهو أن الحضور مهارة ثابتة، فمتى اكتسبته فلا حاجة بك إلى صقله وتطويره. إلا أن القيادة في أحد تعريفاتها تعني المرونة والقدرة على التكيف، حيث تختلف توقعات وتطلعات الموظفين بمرور الوقت، وبشكل يحتم عليك تطوير أساليبك القيادية من منصب إلى آخر، وتغيير توجهاتك الفكرية من موقف إلى آخر. محركات الحضور القيادي. لا يقتصر الحضور القيادي على الزي الذي ترتديه أو الكلمات التي تنطق بها أو الفكر الذي تعكسه، فالأمر يتطلب حالة من الامتزاج بين مقومات العقل والجسد واللسان، أو بمعنى أدق هو نتاج التفاعل المثمر بين المعتقدات الذهنية واستراتيجيات التواصل والطاقة البدنية. المعتقدات الذهنية تشير إلى التهيئة العقلية التي تخولنا تبني الوضع الذهني الملائم لكل موقف على حدة. تلك المعتقدات هي التي تشكل عالمنا الواقعي والافتراضي، ونظرتنا إلى أنفسنا وإلى الآخرين، واستيعابنا للظروف المحيطة. استراتيجيات التواصل تشير إلى الأدوات والآليات التي نسخرها لنتفاعل ونلهم ونؤثر في الآخرين. تلعب هذه الاستراتيجيات دوراً مزدوجاً، فمن شأنها أحياناً أن تدعمنا وتحفزنا، ومن الممكن أيضاً فيما إذا أسأنا استخدامها أن تعزلنا وتقيدنا. فما بين محاولات السيطرة على الحوار والفشل في استيعاب وجهات نظر الآخرين والثرثرة حول التفاصيل بمنأى عن الصورة الكاملة واعتماد التلميح بدلاً من الحوار الصريح، نخفق في معظم محاولاتنا للتواصل مع الآخرين. الطاقة البدنية يقصد بها تهيئة الأوضاع الجسدية بشكل يتيح لنا التحكم في الإيحاءات والإيماءات وغيرها من أساليب التواصل غير اللفظي وملاحظة أثرها في الآخرين. فحين يتجول المدير في أرجاء المؤسسة وهو مقطب الجبين، فإنه يخلق مناخاً من التوتر والقلق والارتباك بين الموظفين، الأمر الذي يؤثر أيضاً في مسارات وجودة العمل. أي أن لغة الجسد شئنا أم أبينا تتحدث نيابة عنا حتى وإن لم ننبس ببنت شفا. تشخيص الحضور.
تتغير الظروف تتغير معها المتطلبات والتوقعات، فكيف لك أن تحافظ على حضورك القيادي في ظل كل هذه البيئات المتقلبة والمتنوعة؟ للإجابة عن هذا السؤال نستعرض ما يسمى برباعية الحضور، تلك الأداة التي استخدمها الآلاف من الأشخاص لتشخيص نمط الحضور الأكثر تحكماً في علاقاتهم مع الآخرين. وتقوم هذه الرباعية على نمطين أساسيين، هما النبرة الشخصية، أي قدرة القائد على تبليغ رسالته وتوصيل رؤيته والتشبث بقيمه ومبادئه. ثانياً النبرة الجماعية، أي قدرة القائد على التواصل والتأثير في من حوله وجمع قلوبهم على قلب رجل واحد. وهنا يكمن التحدي في أهلية القائد للتنقل أو الدمج بين النمطين بشكل استراتيجي ومنهجي ووفقاً لمتطلبات كل موقف، أي أن يعرف متى يدافع عن نفسه ومعتقداته وفريقه، ومتى يضع نفسه مكان الآخرين ليتبنى قضاياهم ويدافع عن قيمهم وعن رسالتهم. عند هذه المرحلة فقط تولد البصمة الشخصية القوية. ولكن نظراً لضغوط الحياة وتزايد الأعباء، نضطر في كثير من الأحيان إلى التشبث بنمط واحد فقط دون سواه، منعاً للتخبط وأملاً في الحصول على أفضل النتائج. عندها ننتقل من مستوى البصمة الشخصية إلى واحد من الأنماط الثلاثة الأخرى من رباعية الحضور، التي تشمل البصمة المتراخية أو اللينة، والبصمة المتحكمة، والبصمة السلبية. فحين تغلب عليك النبرة الشخصية، فإنك تنتقل من خانة البصمة الشخصية القوية إلى خانة البصمة المتحكمة. أما إن غلبت عليك النبرة الجماعية، فإنك تنتقل من خانة البصمة القوية إلى البصمة المتراخية. ونستعرض فيما يلي أعراض وأوصاف كل بصمة على حدة، وعليك أن تتأمل هذه الأوصاف كي تحدد أي البصمات أكثر تحكماً في تفاعلاتك وجهودك، وأنت تقود جهود التأثير من أجل التغيير والتطوير. أولاً، البصمة المتراخية اللينة، انعكاسها على الآخرين. يراك الآخرون متعاوناً ومتواضعاً ومحلاً للثقة، الأمر الذي يجعلهم يلجأون إليك لقدرتك على استيعاب وتقبل وجهات النظر المختلفة دون إطلاق الأحكام. أنت تستغرق الكثير من الوقت قبل اتخاذ القرارات مهما كانت بسيطة، كي تستمع إلى الآراء المختلفة وترضي جميع الأطراف وتخرج بأفضل الحلول. انعكاسها عليك، قلما تبادر إلى طرح أفكارك ومقترحاتك في الاجتماعات، وتفضل الاستماع بدلاً من الحديث. ولهذا فإنك تنزعج لدى محاولات بعض الحاضرين الثرثرة حول أمور تافهة وفرعية من دون فائدة جوهرية. أنت تهتم بنظرة الآخرين إليك، وتحرص على تلبية احتياجاتهم وتنفيذ تطلعاتهم حتى وإن تعارضت مع احتياجاتك. ترفض التعامل وفق برامج زمنية وجداول عمل غير واقعية، وكثيراً ما تحفز نفسك ومن حولك قائلاً يعتمد الكثيرون علينا فلا يجوز أن نخذلهم. ثانياً، البصمة المتحكمة انعكاسها على الآخرين. ينزعج الآخرون أحياناً من قدرتك الهائلة على مناصرة فريق عملك وإسهاماتهم، في حين تتجاهل احتياجات وإنجازات الآخرين. قد ينبهر من حولك برؤيتك الجلية وقدرتك على تحويل المعطيات إلى نتائج ملموسة، ولكنهم في نفس الوقت ينبذون منهجك الذي يمكن وصفه بالمتشدد أو المتحكم أو القاسي وأحياناً المتكبر أو المتغطرس. انعكاسها عليك، سرعان ما ينفذ صبرك تجاه محاولات ومساعي الآخرين، وترفض الحلول الوسط، وتجد صعوبة في استيعاب وجهات النظر المغايرة لوجهة نظرك. تؤدي عملك على أكمل وجه حين تتمتع بالسلطة التي تمكنك من التحكم في فريق العمل. تجد متعة في إيقاع العقوبات وتتنصل من المسؤوليات بإلقاء اللوم على الآخرين أو الظروف المحيطة، حين تكون المؤسسة على أبواب التغيير
وتشرف على إجراء بعض التعديلات، فإن أول ما يجول في خاطرك كيف سأستفيد أنا وفريقي من هذا التغيير. ثالثاً، البصمة السلبية. تنطوي هذه البصمة على قدر من التعقيد يفوق نظيرتها من البصمات. فمن منا لا يمر ببعض اللحظات التي تندثر فيها نبرته الشخصية والجماعية على حد سواء؟ تلك هي البصمة السلبية التي تجلب لصاحبها عدداً لا حصر له من الاتهامات كالتبعية والانعزال والعجز والضعف والتراخي وقلة الحيلة وغير ذلك من السمات التي لا تخلو من الإحباط والتثبيط. ولكن أياً كان الاسم، فالتمسك بهذه البصمة لفترة طويلة ودون أدنى محاولة لتبني واحدة من البصمات الأخرى يجلب لصاحبها ما لا تحمد عقباه. كيف تتبنى مبادئ البصمة الشخصية القوية؟ تشكل محركات الحضور القيادي في مجملها نظاماً متكاملاً لا يؤتي ثماره ولا يحقق نتائجه المرجوة إن حدث خلل ما في أحد محركاته. فبمجرد أن يتعطل أحد المحركات الثلاثة فإنه يؤثر فيما عداه وينزلق القائد دون أن يشعر من خانة البصمة القوية إلى واحدة من البصمات الثلاث الأخرى، المتراخية أو المتحكمة أو السالبة. حالة فينيتي. تولى أدريان فينيتي منصب رئيس بلدية واشنطن بين عامي 2007 و2011، وهو أحد أشهر نماذج القادة الذين فقدوا حضورهم لدى تضخم مناصبهم وتزايد مسؤولياتهم. حين ترشح فينيتي لمنصب رئيس البلدية شكك الجميع في قدرته على الفوز، إلا أن حملته الانتخابية الشرسة وواسعة النطاق والتي جعلته يطرق أبواب المواطنين كافة قد ضمنت له النجاح باكتساح. عمل فينيتي سابقاً عضواً في مجلس النواب واشتهر بصلابته وقدرته على تحقيق النتائج المذهلة وتواصله منقطع النظير مع الجمهور. كان سريع الاستجابة للشكاوى ودائم الوقوف في وجه أي قصور في الأداء الحكومي، ومن ثم فقد اكتسب حضوراً طاغياً وتمتع ببصمة شخصية قوية تجلت آثارها وملامحها على كل من حوله. كان ذلك قبل أن يتولى منصب رئيس البلدية، ذلك المنصب الذي شكل نقطة فارقة في حياته بأكملها، فقد تحول المؤيدون إلى معارضين والمدافعون إلى مهاجمين رغم ما حققه من إنجازات خلال فترة تنصيبه. فكيف تحول من عضو مجلس نواب ناجح وذي حضور قوي إلى رئيس بلدية مغضوب عليه حتى من قبل من دعمه سابقاً؟ نجمت هذه الطفرة عن انزلاقه من خانة البصمة الشخصية القوية إلى خانة البصمة المتحكمة، وذلك نتيجة عدم تكيف حضوره السابق مع متطلبات المنصب الجديد. ويمكن أن نشرح هذا الانزلاق بشكل مبسط في ضوء محركات الحضور القيادي. أولاً، تبنى فينيتي معتقداً مغلوطاً حين ظن أن قدرته على استخدام مقومات النجاح السابق ستحقق النجاح في المنصب الجديد، وبالتالي فقد استخدم نفس الأدوات والآليات القديمة دون تغيير أو تطوير. ثانياً، عمد إلى استخدام استراتيجيات التواصل القائمة على الأمر والنهي وتجاهل وجهات النظر المغايرة، الأمر الذي تمخض عن فجوة هائلة بينه وبين من حوله من موظفين ومواطنين، فلم يعد يتجاوب بسرعة وفاعلية كما اعتاد أن يفعل في منصبه القديم، فانعزل عن مشكلات الواقع وانخفض أداؤه وتقلصت قدرته على التأثير. ثالثاً، أجمع المواطنون على افتقار فينيتي إلى الطاقة الإيجابية والحضور الإنساني، فقد تباطأ على سبيل المثال عن حضور إحدى الجنازات الرسمية ليأتي بعد أن شارفت المراسم على الانتهاء في زي زاهي اللون، الأمر الذي عده الجميع مظهرا متعجرفا لا يليق بمسؤول يتقلد منصبا رسميا رفيعا. من هذه التجربة يتضح أن تدهور مسيرة فينيتي العملية وتراجع سيرته الذاتية الحافلة بالإنجازات
كانت نتيجة لتقصيره وعدم التزامه بمحركات الحضور القيادي. محطة الإقلاع. لكل منا محطة الإقلاع الخاصة به، والتي ينتقل من خلالها تدريجياً صوب أفاق البصمة الشخصية القوية، وبالتالي قد يفيدنا أن نضع تقييماً مبدئياً لمحطتنا الرئيسية، وبناء عليه نبتكر رؤية أولية لوجهتنا. يساعدك التطبيق التدريبي التالي في تحديد محطتك ويسلط الضوء على أوجه القصور التي تحتاج مزيداً من الاهتمام والتركيز كي تفرض حضورك بقوة وفاعلية. أولاً، اختر شخصاً واحداً تتفاعل معه بشكل منتظم، ويشكل التعامل معه بالنسبة لك أمراً مرهقاً. ثانياً، استرجع موقفاً جمعك بهذا الشخص، وانتقل فيه بحضورك من خانة البصمة الشخصية القوية إلى واحدة من البصمات الثلاث الأخريات. ثالثاً، صف حالتك في هذا الموقف على ضوء المعتقدات، فيما كنت تفكر آنذاك، بماذا شعرت. اكتب حالتك الذهنية المسيطرة على الموقف وحالة الشخص الآخر من وجهة نظرك. استراتيجيات التواصل: هل بادرت بطرح الأسئلة أم اكتفيت بالاستماع؟ اكتب آليات التواصل التي استخدمتها وتلك التي تجنبتها. الطاقة البدنية: صف لغة الجسد التي اعتمدتها وكيف كان مردودها على الطرف الآخر. راجع إجاباتك عن الأسئلة السابقة لتحدد أي السلوكيات والأفكار عملت لصالحك وأيها حالت بينك وبين فرض حضور قوي وفعال. بالطبع نحن لا نملك من الوقت ما يسمح لنا بالوقوف على كل موقف نمر به لنتأمله ونفحصه. يكفيك أن تعتمد طريقة التحليل السابقة بين الفينة والأخرى لتحدد نوع البصمة الأكثر شيوعاً وتحكماً في مواقفك، أي محطة الإقلاع الخاصة بك، والتي تقف حائلاً في وجه بصمتك الشخصية القوية. تذكر هذه المحطة في خضم عملك على تطوير محركات حضورك، والتي نتناولها باستفاضة فيما يلي. أولاً، تطوير المعتقدات الذهنية. تشكل المعتقدات الذهنية نبع الكلمات التي تجري على ألسنتنا والسلوكيات التي نتبناها، فلا شك في أن لأفكارك أثراً كبيراً في تغيير مسار خبراتك وتجاربك وتفاعلاتك مع الآخرين. ومن ثم تعتبر عملية فحص المعتقدات الذهنية السائدة والتركيز على الإيجابي منها أولى الخطوات نحو تبني بصمة شخصية مؤثرة. يتم التركيز هنا على المعتقدات الثلاثة الأكثر أهمية فيما يتعلق بتشكيل الحضور القيادي، لكن المهم هو محاولة اكتشاف المعتقد الذي يحكم تصرفاتك ونوع البصمة التي تنتقل إليها نتيجة لذلك، ثم كيفية التحرر من قيود هذا المعتقد لتستقر في خانة البصمة الشخصية القوية. الثقة، التقييم الموضوعي لإسهاماتك الشخصية. يعاني كثيرون من الشعور بقلة الحيلة وعدم القدرة على التأثير والإسهام الفعال، وكما أن لتلك الهواجس المحبطة جانبها من الخطورة، لا سيما القادة الذين ينشدون تمتين نبرتهم الشخصية، فإنها بالمثل تتسم البصمة المتحكمة التي تبالغ في حجم الإنجازات وتضخمها بقدر أكبر من الأهمية. ولكن لكي تدرك أعلى درجات الحضور، يجب أن تتبنى تحديثاً دورياً لرؤيتك ومعتقداتك حول إسهاماتك، كي تكون لثقتك بذاتك مرجعية صلبة على أرض الواقع. ويتسنى لك ذلك من خلال: أولاً، تحديد مواطن قوتك. يمكنك اكتشاف سماتك ومهاراتك الفريدة من اكتساب الثقة اللازمة لفرض حضور قوي وملائم لمنصبك الحالي. اسأل نفسك: ما الذي يميزني ويفتقر إليه الآخرون؟ وهنا يمكنك أن تسأل زملائك الموثوقين عن وجهة نظرهم غير المتحيزة تجاه إسهاماتك ومميزاتك. ثانياً،
حدد دائرة التأثير. يبالغ بعض القادة أحياناً إما في تضييق أو توسيع نطاق العمل والتأثير الخاص بهم بشكل لا يمت للواقع بصلة. فعلى سبيل المثال، شبه رئيس شركة استثمارية دوره في سيادة العوائد والأرباح باجتياز المعركة التنافسية. اختصر ذلك التشبيه دوره في التغلب على المنافس الحالي فقط دون وضع آليات مستقبلية لمواجهة التحديات والمنافسين المحتملين، الأمر الذي أثر في نجاح الشركة فيما بعد. ثالثاً، عرف النجاح. يشمل مفهوم النجاح كلاً من استيعابك الشخصي لاحتياجات وتطلعات المؤسسة ورؤيتها الخاصة في هذا الشأن، ومن ثم يجب ألا تتناول الأمر في ضوء مفهومك الشخصي فقط. تفاعل مع المسؤولين وأعضاء الفريق بشكل متواصل ومتعمق لتدرك تطلعاتهم ولتعبر عن رؤيتك الخاصة في نفس الوقت. حدث سيرتك واترك بصمتك. إذا أردت تقييم إسهاماتك بشكل واقعي وموضوعي، فليس شرطاً أن تنشرها على الملأ، بل يكفي أن تطور سيرتك ذاتية. يساعدك التدريب التالي على مراجعة إنجازاتك الحقيقية من خلال الإجابة على الأسئلة الآتية. أولاً، إذا أردت أن أعبر عن قيمي الشخصية في 3 جمل، فماذا ستكون؟ ثانياً، أي الإسهامات ينبغي أن أدرجها ضمن سيرتي كي تعكس خبراتي العريقة والعميقة؟ ثالثاً، ما المعلومات التي يجب أن تتضمنها سيرتي كي يدرك أصحاب القرار قدراتي الفريدة فتزداد فرص تقلدي لمناصب أكبر وأكثر تأثيراً؟ بمجرد أن تتوصل إلى إجابات مقنعة على الأسئلة السابقة، ستتضح رؤيتك حول ما تقدمه من خدمات، ومن ثم تتحفز لتخرج أفضل ما في جعبتك ولتزداد ثقتك ويطغى حضورك أكثر فأكثر. المنظور الفكري، وجهة النظر التي تتبناها. تشترط البصمة الشخصية القوية تقبل وجهات النظر المختلفة والتعامل مع الأمور بمفهوم كلي وشامل. لكي توسع منظورك الفكري، اتبع الإرشادات التالية. أولاً، ضع نفسك مكان الآخرين. في كثير من الأحيان تفرض عليك بعض المواقف التخلي عن تحيزك لرؤيتك الخاصة، ولتتأمل عن كثب توجهات وتطلعات الآخرين ومدى استيعابهم للموقف برمته. افسح المجال لتبادل وجهات النظر المتباينة بما يحقق الصالح العام ويرضي جميع الأطراف. ثانياً، تبنى منهجاً استراتيجياً شاملاً. ينتهج القادة ذو الحضور القوي ما يسمى في عالم الأعمال بمنظور الرؤية البانورامية. يشير هذا التشبيه إلى قدرة القائد على الانفصال بذاته عن فوضى الآراء المتضاربة ووجهات النظر المتعارضة ليبتعد قليلاً ويرى الصورة الشاملة. من هنا تبرز أهمية تهميش المصالح والاهتمامات الشخصية وتطلعات الآخرين دون تمييز أو تحيز. الشفافية، القيم الجوهرية التي تعكسها. لكي تعزز قيمك بشكل إيجابي وفعال، عليك أن أولاً تحدد قيمك السامية. اكتب المبادئ والقيم التي تلعب الدور الأكبر في تحقيق نجاحك وتميزك. ثانياً، تركز على الأهداف المشتركة. بدلاً من أن تبدد وقتك وجهدك في محاولة إقناع الآخرين أو بالأحرى إجبارهم على تبني رؤيتك الشخصية، حول تركيزك نحو الأهداف والرؤى المشتركة فيما بينكم. فإن كان هدفك مثلاً تقليص ديون المؤسسة في حين اهتم زميلك بتقليص تكاليف العمليات المالية الداخلية، فسيكون بإمكانكما التعاون وتحقيق الهدف الأسمى، وهو تطوير وتحسين الأداء المالي للمؤسسة كلها. المعتقدات الشائعة وإعادة تشكيلها. المعتقد: الثقة. ينبغي على الجميع أن يثق بي ويقدر معرفتي وخبراتي الواسعة. البصمة التي تنتمي إليها: البصمة المتحكمة. المعتقد في شكله الجديد: يمكنني أن أصقل خبراتي
وأمزجها بخبرات الآخرين كي نخرج بأفضل النتائج. المعتقد: المنظور الفكري، هؤلاء أكثر مني خبرة وآراؤهم ووجهات نظرهم هي الأصوب. البصمة التي تنتمي إليها: البصمة المتراخية. المعتقد في شكله الجديد: ينبغي أن نتبادل وجهات النظر المختلفة بما في ذلك وجهة النظر لنختار الأصوب من بينها. المعتقد: الشفافية، قد لا تفيدهم قيمي أو تجديهم مبادئي نفعا، فلا داعي لذكرها. البصمة التي تنتمي إليها: البصمة السلبية. المعتقد في شكله الجديد: نحن نتبنى قيما مختلفة لكننا نتفق على هدف واحد. ثانيا: تعزيز استراتيجيات التواصل. الآن وبعد أن أدركت كيف تخاطب وتحدث معتقداتك الذهنية، أنا الأوان لأن تعمل على تعزيز استراتيجيات التواصل والتفاعل مع الآخرين. عليك بالإرشادات التالية لتتبنى بصمة شخصية قوية. أولا: ضع إطارا مناسبا لرسالتك. يحتاج القادة إلى توفير السياق الملائم لحشد الأشخاص والموارد بهدف إنجاز مهمة بعينها. ففي عام 2007 ألقى ستيف بالمر خطاباً في كلية ستانفورد للأعمال، والتي كان قد تخرج فيها قبل أن ينضم إلى شركة مايكروسوفت. أقر بالمر بأنه قد راودته بعض الشكوك حول صواب قراره بترك الجامعة قبل إنهاء دراسته، وذلك بعد فترة وجيزة من انضمامه للشركة. عندئذ اصطحبه بيل غيتس لتناول الغداء وقال له: ربما تعتقد أنك قد جزفت بمستقبلك الدراسي والمهني لتعمل في شركة لا يتجاوز عدد موظفيها 30، لكن لا تنسى أننا نعمل لنضع جهاز حاسوب في كل منزل وفوق كل مكتب. بهذا الإطار البسيط والشامل توج غيتس رؤيته ورسالته، فاستطاع بالمر أن يرى قراره من منظور مغاير تماما ويساهم في نجاح هذه الشركة العالمية. ثانيا: حدد جمهورك. قبل أن تشرع في التواصل مع شخص ما، راجع محادثاتك السابقة معه وأجب على الأسئلة التالية: ما أفضل الطرق للتأثير في هذا الشخص؟ هل أن تكون واضحا وصريحا أم حاسما وغامضا؟ هل ستركز في حديثك على النوايا أم على الحقائق المجردة؟ وما النهج الذي يتبعه في التواصل مع الآخرين؟ هل يبادر بطرح الأسئلة أم يصر على موقفه؟ أم يتقبل الآراء المختلفة بصدر رحب؟ ما الأمور التي يعيرها اهتماما خاصا؟ الوقت أم كثرة الاجتماعات أم النتائج؟ توفر لك إجابات هذه الأسئلة منهجا عمليا وواقعيا للتواصل مع هذا الشخص بتأثير. ثالثا: حدد الهدف من التواصل. عليك أن تحدد مسبقا الغرض من هذا التواصل. هل هو مزيد من الموارد أو الوقت أو الشفافية إلى آخره، كي ينصب تركيزك وحديثك على هذا الغرض، مع الحرص على أن تجذب الطرف الآخر إلى صفك ليشاركك الهدف والرؤية. الإطار اختيار. بعد أن تطور آليتك للتواصل الفعال مع جماهيرك المختلفة، ابدأ في اختيار الإطار الأنسب. يخضع التأطير الفعال للعديد من الأشكال، نذكر منها: التأطير الاستراتيجي، يتم من خلال ربط رسالتك بأولويات ومتطلبات المؤسسة. التأطير الهادف، يتحقق بربط رسالتك بالأهداف والإنجازات المنشودة. التأطير المجازي، يتأتى باستخدام بعض التشبيهات والاستعارات التي تبث في رسالتك الحياة، فمثلاً حين يخاطب المدير التنفيذي موظفيه قائلاً: نريد أن نعمل كفريق كرة السلة لا كفريق السباحة، فإنه يريد بذلك أن يحثهم على العمل الجماعي لا الفردي. التأطير الموسيقي، أي استخدام عبارات رنانة تلخص رسالتك وفي نفس الوقت تطرب لها الأذان وتخلدها الأزمة. متى يصبح التواصل الفعال ضرباً من المحال؟ يستهين كثيرون بأهمية الإنصات والاستماع للآخر، لا سيما من تغلب عليهم البصمة المتحكمة، مما يتمخض في نهاية المطاف وبعد الكثير من الالتفاف
عن محادثات جوفة. تجنب الحجج التالية والتي يرددها هؤلاء لتبرير عدم رغبتهم وقدرتهم على استيعاب الآخرين: أنا أعرف ما سيقال، فلماذا أستمع لعشرين دقيقة دون طائل؟ لا أرغب في إضاعة المزيد من الوقت، لا أود أن أشتت أفكاري وأفكار الآخرين، لا تهمني مواقف ورؤى الآخرين ومدى استيعابهم لمواقفي، أفضل الحديث على الاستماع كي يستفيدوا من خبراتي ومعلوماتي. ثالثاً، تحسين الطاقة البدنية. تؤثر الطاقة المتوهجة في داخلك بشكل ملحوظ في من حولك أياً كان مظهرك أو براعتك في إلقاء المقدمات، فبدلاً من تبني المقومات المفترضة للنجاح، هيئ نفسك جسدياً واستعد فعلياً لأن تعكس طاقة تجذب الناس وتجذب معهم النجاح المنشود. تأمل لغة الجسد. لاحظ ردود أفعالك من إيماءاتك وإشاراتك ونظراتك وأصواتك وتعبيراتك. فحين يعلو صوتك أو تتسارع كلماتك على سبيل المثال، فإنك تعطي انطباعاً بالسيطرة المتحكمة والتقليل من شأن الآخرين، منزلقاً بالطبع إلى خانة البصمة المتحكمة. تأمل تلك التفاصيل البسيطة واعمل عليها على الفور، ويفضل لو طلبت من العاملين معك أن يصارحوك بالأساليب التي تزعجهم حتى يتسنى لك تجنبها فيما بعد. أعد شحن طاقتك. تختلف آليات شحن وتزويد الطاقة الجسدية من شخص إلى آخر. بعضنا يجد راحته في الحصول على قسط كاف من النوم، أو تناول قهوة الصباح، أو ممارسة التمرينات الرياضية وغير ذلك الكثير. ولكن ثبت أن الأنشطة التي تقوم على الاسترخاء والتأمل تفيد القادة بشكل عام، ومن يميلون إلى البصمة المتحكمة بشكل خاص. أما الذين تغلب عليهم البصمة المتراخية فتفيدهم الأنشطة التي تركز على تعزيز مواطن القوة واستثمار الطاقات الكامنة، وبالتالي تدعم نبرتهم الشخصية. ابحث عن النشاط الأمثل ومارسه بشكل استراتيجي ومتواصل لتنعم بحضور منقطع النظير. كن مرئياً. لكي تضمن وصول رسالتك عليك أولاً أن تدير شبكة من العلاقات الناجحة مع من حولك، فإن لم تمتلك هذه الشبكة فاصنعها بنفسك، موازناً بين كل من النبرة الشخصية والنبرة الجماعية. أولاً، بادر بالطلب. النبرة الشخصية: لا تتوانى في طلب المعلومات أو المساعدات بشكل هادف ومهذب وواضح ومباشر. ثانياً، كن متعاوناً. النبرة الجماعية: بادر بتقديم يد العون وإمداد الآخرين بالمعلومات والاحتياجات التي تقربهم من أهدافهم. ثالثاً، حقق مصالح مشتركة. كلتا النبرتين: قابل الإحسان بالإحسان، واحرص على أن تصب مساعيك في بوتقة المصلحة العامة لا الشخصية. قدم يد العون. بإمكانك مدرباً أو قائداً أو مديراً أن تضع الآخرين على بداية الطريق نحو حضور قوي وبصمة مؤثرة من خلال تحفيز الأشخاص على مصارحة بعضهم بعضاً بمزايا وسلبيات كل واحد منهم، كي يدرك كل منهم بصمته الحالية وأثرها في نفوس الآخرين. حثهم على وضع خطط شاملة لتطوير حضورهم بالاعتماد على محركات الحضور الثلاثة: تقديم النصح والتوجيه الشخصي والإرشاد الجاد، الاحتفال بالنجاحات ومكافأة الإنجازات. القيادة من القلب. ليست البصمة الشخصية القوية سمة فطرية يولد بها الإنسان كما يظن ويرى ويقول بعض خبراء القيادة، وإنما هي أسلوب حياة نكتسبه بالممارسة والجد والمثابرة. فأياً كان منصبك فما زالت أمامك الفرصة لتفرض حضورك، ولكن تذكر أن الحضور القيادي التزام أبدي ونهائي وليس موقفاً عابراً وهاجساً متقلباً. فبمجرد أن تضع قدمك على بداية الطريق فإن التراجع يعد نوعاً من التهاون والتقصير والاستسلام. فإن أحسست ببعض مشاعر النكوص تقترب منك
تذكر مزايا الحضور والبصمة المؤثرة التي لا يطاولها نجاح غيرها أبدا، ولسوف يحثك هذا على مواصلة السير على نفس الدرب، وهذا هو جوهر القيادة من القلب. المؤلفتان إيمي جين سو درست علم النفس في جامعة ستانفورد وإدارة الأعمال في جامعة هارفارد، وتتخصص في تدريب القيادات على التأثير وإدارة التغيير. مورال ميغنان ويلكنز تحمل ماجستير إدارة أعمال من جامعة هارفارد وتعمل كخبيرة في التواصل، كما تدرب القادة على فرض حضورهم الإيجابي في بيئات العمل. كتاب في دقائق، ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم. افرض حضورك، اكتشف صوتك الريادي وافرض حضورك القيادي. تأليف إيمي جين سو، موريل ميغنان ويلكنز.